دائما حتلاحظ انه لما تقارن نفسك مع الاخرين يا انك احسن منهم وبتغتر او انهم احسن منك وبتنقهر. ما في مرات تكون مثلا مبسوط بالبيت تبعك وبعدين تروح عزومه مثلا عند احد وتشوف بيتهم خطير ورهيب، بعدين اول ما تدخل بيتك انت كنت مرتاح اول بس تحس بعد كده ما عاد صار عاجبك البيت، حداك تجي انه في يوم من الايام تطلع بنفس الدرجه وانك انت متساوي زي بعض. اوه سيارتي زي سيارتك بالملي، بيتك زي بيتي بالملي، رصيدك زي رصيدي بالملي. ما حتجي، يا حتكون اعلى يا حتكون اقل، فدائما حتكون عندك مشاكل بالمقارنه مع الاخرين. فريح نفسك وابعد عن فخ المقارنات مع الاخرين، ولكن قارن نفسك بافضل ما يمكنك ان يكون. اذا عجلتي هذه ما حقعد اقارن فيها مع الناس الاخرين، انا حتحدى نفسي انا ايش وضعي الان، هل انا في عندي تقدم ولا لا، هل في نمو ولا لا. دايم تقول ان المطر لما تحبى. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله يومكم بكل خير، أخباركم يا رب طيبات. اللهم ارحم والدي وموتى المسلمين جميعا، رب اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله معاي فيديو جديد، حياكم الله معاي بيوم جديد، مشرفيني ومنوريني بالقناة. حيا الله كل المتابعات القديمات والجديدات. هذه المقاضة اللي جبناها أمس اللي كانت ب 1200 أكبر فاتورة عندي، تعالوا يلا خلنا نشوفها مع بعض. لا تنسين قبل ما تتفرجين علي تجيبين عندك أقرب كوب نسكافيه، أقرب كوب قهوة كذا، وتعالي خلونا نشوف المقاضة. قبل ما أبدأ الله يرب يرزق الجميع، والله يرب الله يرب يرزق الجميع، والله يعطي الجميع يا رب من واسع فضله. طبعا زي ما انتم عارفين هذه أكبر فاتورة مقاضي أنا شريتها معاكم بالقناة، لأنه يا بنات حرفيا بيتي كان يصفر، والله البيت كان يصفر، يعني في أشياء كثيرة كانت مرة ناقصتني، والحين تشوفون كل شيء. راح أبدأ أول شيء معاكم بمقاضية من وين؟ من عالم الوسام. أنا شريت من محلين، والبنات اللي سألوني بفيديو أمس، عفوا فيديو قبل أمس حق اللي يوم نزلنا للسوبر ماركت، ليش يوم أمس أنت شارية يعني من محلين؟ الحين أتكلم يا بنات على بعض الأشياء. يعني طبعا زي ما تعرفون عالم الوسام أخذ منه أنا الصابون خلاص، ولقيت عنده أغراض والله هذا هي اللي قدامكم بوريكم إياها الحين، عنده مأكولات يعني، وبعض الأشياء خذيتها من النخبة. أول حاجة خذيتها من عنده بخمس ريالات كيك يومي، مدحت لكم إياه أكثر من مرة، كيك بالفواكه حيل أحبه مع الشاي، أنا أعتبره كيك شاي بامتياز بخمسة بس. كمان خذيت صلصة الجبنة بالجلابينو أو بالهلابينو، كانت أنا أول مرة أجربها من فريشلي، طبعا عارفين إيش فريشلي أنتم، ما عجبتني علشان أكون صادقة معاكم يعني، وأبري ذمتي عشان ما تروحين تشترونها، لا خلاص بعد ما تخلص ما أفكر إني أجيبها ثاني مرة، للأمانة ما عجبتني. طبعا فريشلي شركة كبيرة حلوة حلوة، عشان قلت لكم كذا حلوة، بس ما راح أجيبها ثاني مرة، فلما تجيبينها ما راح تقولين واو. تمام، هنا خذيت هذا المعمول اللي يفوتكم يجنن، اسمه لقمة، يجنن يجنن يجنن، وريتكم المرة اللي فاتت الغريبة، والحين هذا المعمول كمان مرة طيب يا بنات وترف، شوفوا مليان تمر بالمرة حلو، في منه نكهات كثيرة، ارجعوا الفيديو المقاضي راح تلقون كل النكهات أنا مصورتها بالمرة، ممتاز. شوفوا لكم واضح إني مرة خقيت. طبعا هذا بالهيل، تمر بالهيل حيل عجبني. كمان خذيت هنا صلصة البشاميل، مرة يا بنات تفيدني إذا أنا أريد أطبخ يعني، حيل حلوة تفك علي أزمة. من ماجي بالمرة حلوة، خذوها يعني. خذيت كمان ثلاث علب قشطة على السريع كذا حلو، وكمان خذيت هنا قرمش أو شبس زي ما انتم حابين، واحد بالجمن واحد بوشار، هذول عشان يسارونا بالحضانة أو الروضة يعني، حط لها كيس معاهم يعني. تمام، وكمان خذيت هنا طعمة تجنن يا بنات. بنات قالوا أم سارة انتبهي من شبيه القشطة يعني، من شبيه الجبنة، بنات الحين غالبية اللي بالسوق شبيه، حتى المراعي متخيلين، وطعمها معروفة. طبعا هنا شوفوا خذيت هذا الصحن علشان احط فيه الصابون، تذكرون الصحن الخشب اللي كنت حاطته على المجلى يعني انشق من النص، انا كان عندي صحن قبله بس ما خرب. ليش يا بنات؟ شوفوا اعلمكم، الصحن اللي عندي حاليا من برا كذا خشن تمام، فتضرر بالمي، اما الصحن اللي كان عندي قبل كان عليه طبقه لامعه حمايه عشان ما يتضرر من المي، زي كذا شايفين الفرق؟ فهذا اللي كان عندي اول ما تضرر من المي، اما هذا الثاني لا تضرر. خذيت كمان علبتين برينجلز، وخذيت كمان هنا مربى حلواني ألذ مربى عندي بدون منافس،
تجنن تجنن، ماني عارفه ايش سر الاغطيه، ليش الاغطيه مختلفه كلها بالفراوله، بس ماني عارفه سعرها يا بنات 5 ريالات، مو 5 تقريبا 4. وهذا خليت المفرش لسارة عشان احط لها على وجه الكب كيك لو حبيت ازين كيكه يعني يكون عندي. وخذيت هذه مره اكسسوار حلو للمطبخ، عباره عن شكل مطحنه، حيل حبيتها كذا، منظرها مره حلو كلاسيك تحسونه. طبعا بنفس الوقت هي حصاله، بس مره حبيت شكلها، شوف لطافتها على الطاوله مع فنجان قهوه كذا. وخذيت هذه كمان، انا ما عندي يا بنات اللي تشيل الكيك، ما عندي منها اللي تشيل الكيك، هذه انا ما عندي منها تمام. فخذيت واحده سعرها 5 ريالات، عندي المربع الكبير اللي تخرب البسبوسه، فخذيت هذه رقيقه وتدخل من تحت. خذيت كمان زيت الحفلات، اول مره انا اجربه بس سمعت عليه مدح، وبرضه هذا افضل صابون عندي انا استخدمه حاليا، العملاق باللؤلؤ. انا اخذ نصف اوتوماتيك يا بنات خلاص باللؤلؤ، في نسيم الربيع وفي اللافندر، اللؤلؤ هو احسن شيء. وكمان مارس هنا تقريبا فيها من داخل 6 أو 7 حبات. وكمان خذيت بيرة باربيكان بالتفاح، وكمان هذا ملمع الخشب من اير جوي مرة حلو. بالعادة اخذ اللي بالليمون هو ب5 ريالات، بس هالمرة خذيت الطبيعي العادي خلاص. وهنا كمان خذيت كيس توست من يومي، وبرضو يا جميلاتي خذيت هنا ايش، خذيت مبيض اللي هو كافي ميت، وهنا خذيت نص درزن، هذا كمان كيس ثاني بشمل، وخذيت كمان نص درزن حليب بالموز والسارونة، حليب السعودية بالموز حلو. طيب هذه كانت المشتريات الأولى، الحين تعالوا معاي وين للنخبة، أبدأ معاكم كذا. وهذه المشتريات اللي أنا خذيتها من النخبة. طبعا يا بنات راح أتكلم على الفاتورة شوي، نطلع الأغراض ليش يا أم سارونا الفاتورة صارت كبيرة عليك بالمرة. شوفوا أنا عادة كذا، اللي متابعتني من قديم طبعا مع ارتفاع الأسعار راح تكبر هذه اللي أتكلم عليها. أنا وش أسوي، أشتري أغراض تقعد معي، مثلا أشتري رز حليب مدري إيش، تقعد معي 4 شهور 5 شهور ممتازة، بعدين أطيح بفاتورة كبيرة، يعني أرجع أجيب كل النواقص، لأني طول 4 شهور و3 شهور أقضي من اللي عندي، بعدين خلاص توصل مرحلة اللي عندي خلص. زي شوف اليوم جايبة كيس حليب كبير، كيس سكر كبير، خلاص أنا الفاتورة الجاية ما راح ينزلون معي بالفاتورة. شوفوا شاي راح تقعد معي كمان الشهر الجاي، والحين تشوفون كمان خذيت علبة شاي كبيرة نوعية ثانية، فهذه كل الأشياء راح تقعد معي وين، راح تقعد معي للشهر الجاي خلاص. فالفاتورة الشهر الجاي أكيد أكيد راح تكون مختلفة. طبعا هنا يا بنات أنا زي اللحم وكذا أنا ما شريت لأنه عندي بالفريزر، بس دجاج جبت دجاج، جبت دجاجة واحدة فقط لا غير، قطع لي إياها حبتين علشان السليق. أما الدجاجة الثانية عندي مقطعته أنا وخالصة بالفريزر، بس فيليه صراحة ما كان عندي وجبت دجاج فيليه. والحين أوريكم الشركة اللي أنا أخذ منها دجاج الفيليه، بالمرة يا بنات حلو وبالمرة ممتاز. طبعا هذه المقاضي من ثلاجة النخبة اللي هم عارفينها، اللي هي الثلاجة العالمية موجودة في روحها بكل المملكة العربية السعودية. اكتبي عندك ثلاجة النخبة أو الثلاجة العالمية وتطلع لكم. ما أدري عن جودة الفروع اللي عندكم، بس زي ما تشوفون الأغراض اللي عندي ما شاء الله كلها معروفة وكلها حلوة. تعالوا مع بعض كذا، يلا خلونا نبدأ بالأغراض. أول حاجة خذيتها خذيت نسكافيه كوبيكو، هذا هو، هذه صناعة اندونيسية يا بنات. طبعا هذا النسكافيه انا خذيت منه درزنين او علبتين، هذا الابيض تكون نسبة المبيض فيه اعلى. انا عارفة بتقول المضر يا ام سارة، كل النسكافيهات ترى كذا، بس انا لقيته والله احسن من الاندونيسي، هو لقيته احسن من النسكافيه العادي، ما يسبب لي خفقان لان نسبة النسكافيه فيه مي عالية. هذا الاسود الا عالية صراحة شوي، بس هذا لا احسن. ليش يا بنات؟ ما يسبب لي خفقان بقلبي، فهمتوني؟ المرة حلو، سعره مو غالي ب16 ريال. خذيت كمان هنا حليب لونة، مدحتكم اياه اكثر من مرة، هذا يا جميلاتي بالهيل، وفي كمان كرك وفي حليب عدني، حليب عدني وكرك وهيل خلاص هذوليهم شايفين. خذيت والله خذيت كمية تقريبا، خذيت من كل واحد تقريبا، خذيت من كل واحد 3 حبات، يعني 3 عدني، خذيت 3 عدني، 4 عدني، 4 بالهيل، 4 عدني وأربعة بالهيل. كرك ما لقيت خلاص. هنا كمان خذيت، شوفوا خذيت كمان تونة، هذه أحسن تونة ممكن تأخذونها يا بنات بدون تردد، بالمرة ممتازة حلوة، اللي هي تونة الخير، كنت ماخذها 3 حبات، الثالثة بكيس ثاني، مرة يا بنات ممتازة حلوة. سعرها الصغيرة هذه 4 ريالات والكبيرة 7، ومعها كسور يعني في فواصل، بس من مرة حلوة لا تفوتكم، حرفيا ألف تونة من غير منازع، لا تقولوا لي قودي ولا تقولوا لي شيء، بالمرة بالمرة حلوة. كمان خذيت هذه الذرة من لونة، شوفوا يا بنات معاها ملعقة من فوق، أوقات أنا أكون مستعجلة وبحط السارونة منها خلاص، بحط لها العلبة خلاص. طبعا يا بنات هذه على كلامهم أنا خالية من المواد الحافظة شايفين، فسارة على طول تاكل منها وين بالحضانة، مو دايم، أنا جايبة بس 3 علب، أتوقع 3 أو 4 فقط، أنتم عارفين ترى الشهر 30 يوم يعني
ثلاث مرات أربع مرات بالشهر بإذن الله تعالى أنها مضر. كذا شكلها وحجمها حلو كبير، شوفوا هذا عدد العلب، شايفين أربع حبات خذيتها بالضبط، هذوليهم أربع حبات من لونة، سعر الوحدة يا بنات تقريبا 4 ريالات. كمان خذيت هنا خذيت زيتون، هذا يا بنات زيتون كوبوليفا حلو كمان، خذيت علبتين، العلبة الواحدة تكفينا مرتين لأن عائلتي صغيرة وسارة ما تأكل زيتون فتكفينا مرتين. كمان خذيت علبة لانشون واحدة، هذه أحسن نوعية لانشون أنا لقيتها صراحة، أحسن نوعية لانشون هي الخضرة. هنا ما لقيت عندهم دبس رمان أصلي، لقيت شبيه دبس الرمان فثقله حلو صراحة، وجربته يا بنات حلو ما هو شيء، أنا جربته حلو. هنا شوفوا إيش لقيت، طحت على طيحة هنا لقيت هنا صوصات اسمها فايزة، سعر الواحد يا بنات 8 ريالات. خلاص هذه النوعية الأولى، هذا اسمه مكتوب يا بنات، اسم النوعي اسم الصلصة، أنا أول مرة أجربه وكنت بجربه معاكم الحين، يا الله يا بنات فظيعات فظيعات، تخيلوا صلصات غريبة أول مرة أشوفها بس مرة حلوة للسندويشات. حابة تسوي لنا شو ذقتها، حابة تسوي صلصة دجاج سندويشات دجاج، حابة تحطين معاها بالسلطة، خيالية. هذه الأولى وهذه الثانية خلاص ما لها علاقة بنكهة المايونيز والكاتشب، لا لا نكهات فظيعة، والعلبة كبيرة يا بنات وتراها بس 8 ريالات. بالمرة بالمرة بطلة بطلة، قاعدة أقول لكم إنها حلوة، جيبوها من ثلاجة النخبة. هذول هم في نكهات كثيرة بس أنا اخترت هذول الاثنين. وكمان أنا تذكرون هذه الحلاوة الطحينية جبتها معاكم قلت لكم بجربها، اسمها الجبل، جنن، رجعت جبتها مرة ثانية، أحلى من حلواني وأحلى من أي نوعية ثانية صراحة، ورخيصة حلوة. كمان خذيت كاتشب، وخذيت كمان علبة جبنة صغيرة المراعي لأنه عندي بالثلاجة يا بنات، فخذيت علبة صغيرة. شوفوا هنا، هنا أول مرة راح أجرب رز صن جولد، رز مصري، الكيسة هذه ب5 ريالات، فقولوا لي يا بنات حلو ولا لا، أنا أول مرة أجربه. أنا بالعادة أجيب صن وايت المعتاد، ومرة جبت جنات كمان عجبني بس صن جولد ما جربته قبل. أنا أحس إني فنانة بالرز المصري وأحس إنه يضبط معاي أي شيء، الكيس عبارة عن كيلو، يعني كيلو وين ب10 ريالات، بجربه يعني. كمان خذيت هنا الله يكرمكم يا رب يكرم السامعين كلهم، خذيت كياس قمامة، وهنا لقيت عندهم بيبسي وكولا اصلا اسمه كينزا، شايفينه هذا صناعة منتج سعودي، عفوا منتج سعودي، سعره يا بنات 2 ريال. فخذيت منه نكهات كثيرة، خذيت 2 كولا، وخذيت 2 ميرندا، وخذيت 2 7 اب شايفين، و2 حمضيات، سعر العلبة 2 ريال. وجربتها يا بنات حلوة بس ما راح اكرر التجربة، طعمتها عادية خلاص، بس تحسون شلون اقول لكم، ما فيها جمال البيبسي، ما فيها انا عارف انه مضر، انا عارف البعض يقول مضر بس ترى كمية مرة قليلة، بس ما راح اجربها ثاني مرة. وهنا خذيت من سارة فيمتو، سارة لو وش ما صار ما تشرب الا هذا على الحضانة، ما تشرب شيء ثاني، فهمتوني؟ ما تشرب شيء ثاني ابدا. كمان لبن، خذيت لبن تمام، مجموعة يعني خذيت درزن كامل. وهنا خذيت اوريو كمان علشان سارة حلو، وهنا كمان خذيت خردل، علبة خردل من النخبة حلوة. كمان خذيت صلصة، صلصة أوال بالمرة أحبها يا بنات، صناعتها بحرينية، وقلت لكم سابقا أنا شركة أوال ممتازة وتعجبني. كمان خذيت شاي، شاي الصمان خلاص. كمان خذيت من نفس الشركة شوفوا حليب مبخر، ليه جبتوا هذا؟ جبتوا علشان البسبوسة، تعرفون أحب أساقي فيه البسبوسة، فلا هذا أرخص، هذا كلهم اللي مع بعض يا بنات ب5، فحلو سقاية البسبوسة يعني بمرة حلو. كمان خذيت حليب الخير اللي يفوتكم، حليب بودرة مرة يجننوا حلو، 900 جرام هذا كان تقريبا يعني تقريبا كيلو، كان تقريبا بحاجة و50 حلو صراحة، وأنا من الناس اللي أحب منتجات الخير، اسم على مسمى. خذيت فقط كيسين مكرونة لأنه عندي، وخذيت من لذة هنا سبانخ مرة حلوة، أحب أسوي فيها فطاير، أسوي فيها فطاير سبانخ تجنن، بنزلكم الطريقة حقتي والله غير تاكلون منها ما تشبعون، الكيس بريالين يا بنات من لذة، وأوقات يصير بريال. كمان خذيت حليب أبو قوس، أنا أول مرة أجربه البارد هذا أول مرة، وأكواب ورق. الحين تعالوا معاي كذا خلونا نطلع إيش، نطلع المنتجات الثانية. طبعا قلت لكم لا تستغربون إن الفاتورة عندي كبيرة يا بنات، والله بيتي كان فاضي زي ما قلت لكم، أوقات كذا سبحان الله الفاتورة تمر عليك ميسرة لأن عندك أشياء موجودة أصلا بالثلاجة، أوقات لا خلاص لقينا إن البيت فعلا فاضي، فشريت أشياء كثيرة منظفات وما منظفات وكذا، والحمد لله الشهر الجاي أكيد راح تطلع الفاتورة أخف. طبعا أنتم عارفين أنه حنا داخلين في إيش، داخلين في غلاء أسعار مش بس على السعودية، أتوقع أنها هذه قضية عالمية، غلاء الأسعار عند الكل، الكل يشتكي من غلاء الأسعار، فأكيد الفواتير. أول ما بديت معاكم كنت أشتري الفاتورة أوقات
300 ما تتعدى، شوي وصلنا 400، شوي وصلنا 500 وهكذا. فما بالكم العائلات الكبيرة؟ اكتبوا لي بالتعليقات كم تحطون، كم تصرفون من الميزانية، كم تشترون. واحدة كانت كاتبت لي أمس أنا اشترت ب2000 ريال بدون المنظفات وبدون ما المنظفات. طبعا إذا العائلة كبيرة أكيد أكيد المصاريف راح تكون كثيرة. الله يا رب يغني الجميع، والله يا رب يرزق الجميع من واسع فضله. وهي هكذا يعني أول حاجة خليتها هنا، شوفوا سكر الأسرة، خليت كيس كبير، خلاص الشهر الجاي يصير ما أشتري سكر يصير عندي. كمان خذيت، شوفوا بس كذا، خذيت 3 أكواب أندومي بس، أو 4 عفوا، 2 دجاج و2 خضار. أوقات كذا أفك فيهم أزمة على السريع. وهذه بقية العصيرات اللي خذيتها. تمام، شوفوا هنا كمان خذيت 2 حبات فراولة، بس واحدة فتحتها وسارة كلت منها. وكمان سارة خذت هنا حليب فراولة. وكمان خذيت 2 كيس، هذه الشركة مرة أحب الصامولي حكها، خصوصا اللي بالحليب، صغنون وكيوت وأحشي فيه فطاير السبانخ، يطلع مرة لذيذ. وكمان خبز البرجر اللي بالبطاطا يا بنات يعتبر بالنسبة لي هو الأفضل. هذا المخلل اللي أقولكم عليه بأربع ريال، ليفوتكم، يجنن 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 من قلب من قلب، حلو يا بنات، اسمه سلومي، بأربع ريالات بالهالبينو بالفلفل. في كمان الصغير الخيار البيبي، عرفتوا سعره يا بنات؟ 4 ريالات فقط، جربوه على ضمانة أم سارة، مرة لذيذ. كمان خذيت كرتون الجبن شيدر، وخذيت كمان ملح، طبعا هذه راح تقضي معي شهرين يعني الشهر هذا واللي بعده. وكمان هنا خذيت هذا سارة خذته 7 دايز، وهذه علبة التونة قلت لكم عليها، وكمان علبة بوك غير العلبة هذيك، وكلوركس. وشريت كمان علبتين ايريال، لاني بخلطهم مع ايش؟ بخلطهم مع صابون العملاق. تمام، وهذا سطر رؤية ما استغني عنه بالبيت، لازم اجيبه كل شهر. اول ما بدأ كان سعره 14 ريال، الحين وصل ل 16، ارتفع ريالين يعني. خذيت هنا كمان عصير ليمون مركز، احب يكون عندي بالثلاجة احسن ما اقعد عصير ليمون، ويقعد معي على فكرة، يقعد معي لو تبغون سنة بالثلاجة لحد ما تنتهي صلاحيته. خذيت زيت زيتون حلواني مرة احبه. كمان خذيت عصير مانجا، وخذيت كمان علبة ثانية من حليب أبو قوس. جربوا يا بنات زيت زيتون حلواني، بالمرة بالمرة حلو، من قلب أقولها لكم يعني. تعالوا أوريكم الأغراض اللي خذيتها هنا. هنا الكاميرا ما كانت نظيفة، معليش سامحوني. خذيت هنا بندورة، خذيت منه 2 صندوق، هذه الخضرة اللي خذيتها فقط، لأنه الحرام الثلاجة فيها يعني، عندي شوية كوسة شوية باذنجان، فقلت أطبخهم. وكمان أنا فرزنة، بس بندورة عشان السلطات ما عندي، لكن بندورة علشان الصلصات وما الصلصات، انتم تعرفون اني افرزن. كمان خذيت هنا بصل، وكمان خذيت بطاطا. تمام، الحين هنا شوفوا ايش خذيت. خذيت شاي الصمان، انا ما استغني عنه، مو ما استغني عنه، انا ذقته يجنن، بس هذا اللي يجي فتلة، عرفتوه؟ مو الخرز، لا الفتلة، مرة فظيعة يا بنات، لدرجة اني صرت احبه اكثر من الشاي العادي، والله العظيم احبه اكثر من الشاي العادي، ادمنته من جد، احلى من الاكياس، واحس اني بستغني عن الاكياس خلاص من قد ما هو لذيذ. سبحان الله، دائما الشاي الفرط هذا ألذ من العادي، وسعره تراه مو بغالي، العلبة الكبيرة تقريبا بحاجة و40 اتوقع او ب30، تعيش عندك وتكد صراحة. كمان خذيت هنا قهوة امريكية، هذه صراحة جتني هدية، شكرا للجميلة اللي أرسلتها لي، واحدة من صديقاتي أرسلت لي قهوة أمريكية، هذه قدامكم بإذن الله تعالى بسوي لكم فيديو عنها، قد ما هي طيبة وقد ما هي لذيذة من قلب. طبعا مين موجودة عندنا بسكاكة، بجتني من برا. كمان هنا خذيت أصابع بطاطا حلقات، وكمان خذيت حلقات بصل، وعادي أصابع طويلة لسارة. وهذا الدجاج اللي أقول لكم عليه مرة حلو يا بنات، تخيلوا هذا عبارة عن 1000 جرام، شايفين؟ يعني تقريبا كيلو، تخيلوا يا بنات ب26 ريال فقط، وترى ذبح سعودي فيليه، شوفوا التغليف مرة طيب وطري بالمرة حلو. خذيت 2 كيلو فيليه، وخذيت كمان هنا ستريبس الدجاج، بس خذيت مو حار، خذيت بارد علشان سارونة تقدر تاكل من سيارة، أحب الشركة هذه بالمرة، خذيتها تقريبا 23. وهنا خذيت السارونة من نبيل، أول مرة أجرب الشركة هذه بس مرة عجبتني، شوفوا علشان لو بغيت أسوي لها بالحضانة. خذيت لها الدجاج بالجبنة، وخذيت لها نيجت. تمام، مهم غاليات، الوحدة ب10 ريالات يا بنات. وخذيت 2 هذا للحم مفروم على السريع من النخبة، أنا عندي طبعا بالفريزر من قبل، بس خذيت 2 زيادة. وهنا كانوا عاملين عرض، لا عفوا، هذه كمان سبانخ ثاني من لذة، سعره 1 ريال أو 1 ريال، مرة حلوة تفك أزمة بالفطاير صراحة. وهنا كمان كانوا عاملين العرض على 3 حبات، هذولا كانوا ب10 من شركة سيارة، عليهم عرض من شركة سيارة نفسها، عليهم عرض فخذيتهم. تمام، هنا برضو شوفوا خذيت كمان 2 كيس من المراعي جبنة موزاريلا،
طبعا انا جبت انا بعاده اجيب البلوك الكبير وابشره، بس علشان رمضان داخل علينا امشي حالي بهذه الى ان نبدا عاد بتفريزات رمضان وتجهيزات رمضان باذن الواحد الاحد. بجيب بلوك كبير ان شاء الله، وبجيب بلوك كبير يعني وبستخدمه معاكم. حلو، وبكذا اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو. هذا الجزء من الفيديو القادم ترتيب المقاضي، خليكم قريبات. اذا حبيتي قناتي لايك صغير، واذا حبيت الفيديو كمان لايك صغير وطقي عند اشتراك. ربي اجعلني خير مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. اشوفكم على خير باذن الواحد الاحد. كذا نقولكم سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. مع السلامه.